هنا أيضا رسالة لمن يمتهن مهنة المحاماة أن يتقي الله عز وجل. فإذا كان المحامي يعلم بأن هذا الذي طلب منه المرافعة عنه، وكله بالمرافعة عنه، يعلم بأنه هذا مبطل مجرم أو لص أو مختلس، كيف تدافع عنه بالباطل وتخاصم عنه وتجادل عنه بغير الحق؟ ولذلك هذه رسالة إلى إخواني المحامين، لا تغرنكم الحياة الدنيا، ولا يغرنكم بالله الغرور، ولا يسحركم مثلا يعني المبلغ المدفوع لك. اتق الله عز وجل، لا تخاصم بالباطل. يقول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيم. فلذلك تنتبه، أي إنسان يجادل ويخاصم عن نفسه أو عن غيره بالباطل، يعلم ذلك، يعلم، لكن هناك طمع مادي، هناك يعني إغراءات مثلا، كيف يرضى بها؟ يعيش تحت سخط الله حتى يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وينزع مما قال. أما إذا كان لا يعلم، محامي ترافع عن شخص، والمعطيات اللي بين يديه وحيثيات القضية كلها تشير إلى أنه بريء وكذا، ودافع عنه وهو لا يعلم، المعطيات كلها تشير إلى أنه بريء، هذا ليس عليه شيء. فهنا يتنبه الإنسان.